هلا سليمان، الو. ارحب ارحب يا استاذ نجم. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ طيب الله يمسك، الله يسلم حالك. شوف يا سليمان، مستيك بالخير يا استاذ نجم. يبارك فيكم، اهلا وسهلا فيكم. الله يسلم حالك، كيفك يا دكتور؟ كيف امورك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك. وش الحال؟ طيب الله يبارك فيك. هلا هلا. شوف، بالنسبه لاختبارنا نحن راح يكون عندنا كويز، راح يكون عندنا ايش؟ كويز اختبار نهائي يوم الخميس، فاينل. ها ايه فاينل، تمام. طيب طيب، إذا ما حضر عبد الوهاب اليوم بتخبر لي إياه كمان. لا لا، أبشر أبشر. طيب عبد الرحمن وين الشباب؟ بأكلم عبد الوهاب. حضر الشباب؟ موجود دكتور؟ لا بالله موجود. إيه الآن موجود عبد الوهاب. حيا الله عبد الوهاب، ماشي. الآن يوم الخميس إن شاء الله راح يكون عندنا اختبار، هذا يعتبر فاينل نهائي. خلينا نعمل تدريب. صدر حالكم كذا واحد تدريب، موجود عندكم الأوراق كلها. اوكي، حبينا شاهي. اوكي، انا راح احل لكم كمان نوع من الاختبار بحيث انه يكون مماثل للاختبار النهائي، تمام. ايه، سؤالنا الأول اللي هو write the following numbers in digits. okay. وجينا لعبد الوهاب. عبد الوهاب ما عنده شكل، ما عنده. يا أستاذ نجم. أستاذ نجم، صوتك بعيد شوية، لو تقرب من المايك لو سمحت. صوت بعيد؟ إيه صوت بعيد أول. ويسك الصوت؟ ألو. الو، صوتك بعيد شوي، صوتك بعيد شوي، لو ترفع صوتك احسن. لحظه، الله يلعنك. اوكي، الو، كويس؟ هيك اي معك. اي كويس كويس يا استاذ نجم، تفضل. اوكي طيب، نحن راح نعمل، شفت هذا عندكم الازعاج اكثر من عندنا، شايف عندكم الابواب عم تتسكر وتنفتح. طيب شوف الان الارقام هاي، حلينا نحن سؤال سابقا مثله. لو اجينا لعبد الوهاب وقلنا له اقرا الارقام هاي وحط جنبك الرقم، يعني هذا سؤال سهل جدا، شايف اول رقم مثلا شو؟ عبد الوهاب ما عنده مايك. شوف this is 9 7 3 11 19 14 okay 12. يعني هذه الارقام حقتها. ايه ايوه، هذا بس انت بتقرا الرقم وتحطه. اوكي لوك 8 ذس از 8. كم درجه على اختبار النهايه استاذ نجم؟ 75 25 تعتبر كلاس وورك، يعني مشاركي. ان شاء الله ما تقصر معنا استاذ نجم، تكفى. ابشروا ان شاء الله ولا يهمكم. الله يسعد قلبك. حنا على ما يقال بناخذ الدورة ذي ونروح، تلقى الدعوة الطيبة والعلم الغانم. الله ييسر أمرك. لا أنا ولا عبد الوهاب ولا عبد الرحمن نبغى درجات ممتازة ونبغى. الله ييسركم يا أخي، الله ييسركم. 13 and this is 20. بس انتبهوا لي للأسئلة هاي بشكل كويس، وإن شاء الله بتاخذوا درجات كويسة. أوكي، الآن عندنا السؤال الثاني. يعني هذا يا أستاذ نقرا الرقم انت بس، يعني هلا مثلا يكون عندك هذا الرقم، شايف تقراه هذا 9 بس بتحط رقم 9. صعب هذا؟ هذا سؤال تبع روضه هذا يا عبد الوهاب، شبك هيك انت وسليمان. ايه فهمتها بس ما كنت معك. ايه روضه، هذا روضه تبع اسئله روضه هاي. لسه عمونا اس، بس نجيب بامبرز، ها دير بالك. اوكي طيب.
What's your nationality؟ الآن السؤال وش جنسيتك؟ أيوة تمام. الآن بكتب أنا I am Saudi. I am Saudi. سعودي. بكتب بالشكل هذا. Okay. Where are you from؟ من أين أنت؟ Okay. I am from من نماص. I am نعم. I am from النماص. Okay. What do you do? شو بتشتغل؟ تقول أنا طالب مثلاً. I am student. A student. Yes, a student. Very good. طيب يا أستاذ نجم، أنت ما تدقق في الأخطاء الملائية؟ إذا كانت قريبة من الإجابة يعني بعض الأحيان يمكن يحصل أخطاء ملائية. يا شباب، أنتم مستوى أول، يعني أهم شيء إنك تجيب الكلمة مشابهة، شايف؟ أنتم مستوى أول لسه، صعب التدقيق على الإملاء. Okay. Are you married or single؟ الآن لاحظ كلمة married or single موجودة أصلاً، ما في داعي أغلط فيها. قول I am single. Single. ليك مكتوبة single، يعني ما في هذيك الصعوبة. Okay. Good. What do you like doing? What do you like doing? I like. تتذكر كتبنا مرة I like football and swimming، سباحة إذا بتحب. اللي بيحب يكتب football بس لحاله ما مشكلة، swimming لحاله ما في مشكلة. Okay, I like football and swimming. Okay. الآن هذا، إذن هذا معلومات شخصية، سهل السؤال، سؤال وجواب، سؤال وجواب. اوكي هلا هذا انا بعد ما بحله برسلكم اياه على الجروب كمان، ماشي؟ راح برسلكم اياه. الله يعطيك العافيه. برسل لك اياه على الجروب الان جميعا. اوكي الان كوريكت سبيلينج. كوريكت سبيلينج يعني الكلمه الصح املائيا. شوف عندك كلمه بليز. بليز this one. سوري. chair كرسي. daughter بس هاي الكلمة الصح املائيا من الكلمات هاي هيك. طيب تمام. طيب هل الاختبار يكون يعني يكون سوا فيه دكتور ولا كل طالب له اختبار الحال؟ لا كل يكون سوا نفس الاختبار. طيب لا تكلم. لا تجهز حالك تغشش العبد هذا من هلا. لازم هذا اخوي، هذا لازم اساعده اخوي، بعدين اخوي الصغير ابغى. الله يسعدك. المشكله انه هو في الطائف مع الوالد وانا مع الوالده في الديره. يعني ما عندي ولا انا. ايوه يلا ماشي ان شاء الله تجتمعوا سوية قريبا ان شاء الله. يلا وياك. الان في مان الكلمه المختلفه. الكلمة المختلفة. الكلمة المختلفة بول فوتبول. بول هذه. بول صحيح. يا سلام. شايف؟ لأنها girl boy woman man يعني كلها. قريبة. هذه المختلفة دي. صحيح. desk children chair window door. children. لا أصبر. برافو عليك. children نعم. برافو عليك. children لأنها. طيب. كل أثاث هذه أولاد. طيب she my we you they it لأنها جماد، الجماد هي الأستاذ والباقي هي كلها. لا هذول كلهم مثل بعضهم ضمائر. I we you they هاي صفة ملكية. هاي my الملكية. my book my car شايف؟ هاي مو ضمير شخصي. هذيك ضمائر شخصية، هاي ليست ضمير شخصي. ماي. إذن الكلمة ماي. اللي بعدها تيتشر يا أستاذ المختلف. بعدها تيتشر. أحسنت. very good. أوكي. كله عائلة ما في تيتشر. تمام. أوكي. here sister wife brother daughter aunt. wife. ليش wife طيب؟ وايف هذه والله ما ادري، غريبه. سيستر برادر دكتور هذا كلهم يعني قرايب، يعني ما ادري الوايف هذا ايش معنى الوايف يا استاذ. الوايف بس انها نكر. زوجه.
كمان الزوجة من الأقارب؟ ما هي الزوجة هي الأم والأخت وال... لا بس ما هي من العائلة. ليش مو من العائلة؟ ما هي من العائلة الأساسية يعني ما تعتبر في العائلة. طيب أنا في عندي فكرة تانية، شو رأيك؟ أنه كلهم إناث ما عدا براذر مذكر. صدق صدق يمكن زي كذا. صحيح يا أستاذ، شو رأيك؟ صحيح ممكن ممكن تشتغل هاي شايف، لكن الأفضل أنه مثلا نقول أنه هذول كلهم إناث بس ما في غير براذر مذكر. طيب لو قلت الوايف يا أستاذ تعتبرها لي صحيحة مثلا في الأخبار؟ بعتبرك صحيحة نعم، باعتبار أنه هذول كلهم على أساس من العائلة، ووايف ممكن تكون غريبة من مكان تاني. إيه بس إنها تكون يعني ما هي من نفس العائلة، يعني هي مخصصة لشخص واحد، عرفت؟ الزوجة ما هي بالعائلة خاصة يعني زي الأخوان زي الأخت زي إيه بس هلا زي العم العمي والخالي. طيب افترض إنه مثلاً الوايف هي بنت عمتك مثلاً، ما هي من العائلة كمان. صادق 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 صح، ممكن تكون بنت خالتك، ممكن تكون بنت خالتك، بنت عمك، ما هي من العائلة تبقى. صدق صدق. طيب اللي بعدها الفرندي يا استاذ، يا استاذ نجم فيري جود. اوكي then we have 11 number 432 number غير صحيح. yes very good. blue black gray dark brown gray black دراك لانه شراب وهذه الباقي الوان. ايوه صحيح، احسنت يا سلام عليك، يا سلام. تمام اوكي. اذا هذا السؤال هو عباره عن الكلمه المختلفه، يعني ذات از ديفرنت، الكلمه ديفرنت يعني مختلف، ديفرنت كلمه ديفرنت معناتها المختلف، ذا وورد ذات از ديفرنت حليناه هون. اوكي الان هذا السؤال حليناه كثير، اللي هو غرف البيت وين كل واحدة مثلاً. I park my car in the parking. وين كلمة parking هون؟ ما هي موجودة يا سليمان. أوه أنا أحسب إنه سؤال وإجابة. طيب دور عليها هون، دور على كلمة هون وحطها هون. family room yard، في اليارد في الحوش. شو رأيك بالجراج أحسن؟ جراج حلو احسن. ايه جراج اوكي، احنا متعودين نحطها بالحوش شايف، لانه بس ممكن يكون في جراج كمان. يلا خالد is taking a shower. shower where bathroom. في الباثروم. yes bathroom very good. Sarah is cooking soup. Cooking soup. Living room. شو معنات cooking soup؟ لا dining room. Dining room. لا انتبه يا. Cooking يعني تطبخ. تطبخ شوربة. Cooking يعني لازم يكون وين الcooking؟ In the kitchen. لازم يكون في المطبخ. اوكي كيتشن، ان ذا كيتشن. سالم از بلاينج فوتبول. بلاينج فوتبول وير؟ ان ذا يارد. ان ذا يارد. ذي ار سليبنج. وين نايمين هني؟ In the bedroom. Where is the bedroom? This one here. Bedroom. Bed room. So look in the garage. In the bathroom. In the yard. In the bedroom. Okay. The next question. الآن هذول كلهم من العائلة، نحتاج أنه نرتب الحروف حتى تطلع الكلمة صحيحة إملائياً. يعني لاحظ أول كلمة sister S-I-S-T-E-R، الأم mother M-O-T-H-E-R mother،
uncle c l e father grand father وهاي وايف اللي كنا نحكي عليها تو وايف الزوجة so this is sister mother uncle father grandfather wife this is all family members family family members يعني اعضاء من العائله كلهم هذول اعضاء من العائله اوكي الان هذا السؤال اللي بعده قتل بحثا من كثر ما حلينا منه عن الجمع شايف كثير حلينا عن الجمع city cities IES man men dish dishes ES لأنه الاس اتش بدأ ES ant ants knife knives الفي الاف اي تقلب لفي اس foot feet match matches child children sock sock socks شرابات socks ship سفينة ships هاي مو كلمة شيب انتبهوا إذا ليست كلمة شيب class classes tooth السن teeth okay so this is the plural plural الجمع plural سؤال الجمع okay the answer cities let's make it green men dishes ants knives feet matches children socks ships classes teeth okay now the next question is using have and has remember remember I we you they have take have he she it take has so here look the teacher teacher he معناته شو لازم ياخذ has okay my mother my brother brother he has a dog الكلب has My brother and his wife, they have. Faisal, he has. Nice hat. Our friend, friend, صديق واحد, انتبه, who he has. انتبهوا, our هنا ما بتدل على الجمع, our هنا صديقنا هو يبقى واحد بس لذلك has وليس have محمد and علي they have يا أستاذ نجم تفضل يزيد فضلك لو سمحت أباك ترجع شوية من آخر نقطة يا لنا انفصل عندي النت إذا ما عليك أمر يعني
من اي اي نوع من عند وين من السؤال الأبلغ. كنا عن ترتيب الكلمات. اي نعم نعم كنا عن ترتيب الكلمات. ترتيب الكلمات سيستر فاذر وصلنا الوايف. اي هاي كلها من العائلي رتبناه هنا الكلمات ترتيب. تمام. كيف عبد الوهاب مشارك معك يا استاذ نجم؟ عبد الوهاب ما عنده صوت شايف، يبدو عم يسمع بدون، عرفت كيف؟ المايك ما مشغل. المايك مو شغال بس ممكن يكون عم يسمع. اوكي السؤال اللي بعده ان نحن اللي هو سؤال الجمع كان صرنا حالينه كثير هذا امثله. تمام اوكي. عموما يا سليمان هذا السؤال، هل قلت لك هالاسئله هاي كلها راح ارسل لكم اياها على الجروب تبعنا. طيب ارسل لكم اياها ان شاء الله. السؤال الاخير قلنا شوف اللي هو اي يستخدم هاف وهي شيء ات هاز. قلنا ذا تيتشر هاز، ماي براذر هاز، اي دوغ has. الآن وقت اللي بيكون في عندي they have. My brother and his wife اثنين هدول have. فيصل has. Our friend واحد صديقنا has. محمد and Ali have. They واضحة 100% have. They have time. Sarah she has. This mobile it يعني has. This mobile has different colors. Okay. This is has and have. الآن هاي عبارة عن أسئلة تعتبر مراجعة. شايف؟ بالاختبار ارسلها يا استاذ إيه؟ نجم لو سمحت ارسلها على الجروب محلوله يعني اذا ما عليك ان شاء الله. الان راح ارسل لكم اياها على الجروب. شايف؟ وبدي اياكم تراجعوها. عشان ليش؟ عشان الاختبار النهائي يوم الخميس ان شاء الله. هذا اي وقت؟ نفس الوقت ذا؟ اي نفس الوقت هذا. تمام؟ انتبه لي. بالنسبه يا سليمان اذا عبد الوهاب ما سمح يا جد يلا حي بلغوا بالامر. ها لانه انا عرفت اسمعك هسه. ما شاء الله جيت انا هلا لحتى اسمعنا طلتك البهيه. اوكي معكم بس عندي ازعاج زايد. يلا بسيطه. اوكي فيوم الخميس ان شاء الله الاختبار. عرفت كيف؟ لسه بكره بنعمل مراجعه كمان ثانيه والاختبار ان شاء الله يومنا. اهم شيء تراجع الاوراق المراجعه هاي. عرفت شلون؟ ان شاء الله تاخذوا درجات كويسه. الشهاده متى طيب يا استاذ؟ الشهاده بعد النجاح اكيد. اوكي الله ييسرها ان شاء الله. لا استاذ نجم استاذ نجم حبيبي تفضل لو سمحت نبغى درجات حلوه لانك بتروح ولا يبقى لك الا الدعوه الطيبه. ندعي لك الله يوفقك يا استاذ تكفى. احنا نبغى النجاح ونبغى الدرجات الحلوه. ولا يهمكم ولا يهمكم انتوا بس هيك حاولوا تحلوا هالاسئله. الان الاسئله هلا يعني انا اعطيتكم شبه الاسئله. شايف يعني الاسئله على شكلها 100%. كيف؟ ايه الان انتوا في عندكم شغله ثانيه. هل اعطيتوا صور للمعهد؟ صور ايش؟ صور شخصيه. لا والله ما اعطينا ما قد طلبونا. هاي المشكله الان. تعرف شو هلا انتو خارج الدمام صح؟ انتو ايه خارج الدمام. حنا ما عندكم شيء حدا مثلا رايح على الدمام يجيب لكم صور يوصلون للمعهد؟ طيب اقدر اصورها الكترونيا يا استاذ؟ والله الكترونيا اظن بيمشي الحال الكترونيا. شايف؟ اظن عموما. طيب ما في شوف حنا بنتواصل حنا بنختبر يا استاذ نجم. وإذا في أي شيء بنتواصل معك في الخاص على الواتساب. لكن عشان بالنسبة للصور هاي ضروري لأنه لازم تنحط بالشهادة. عرفت كيف؟ لازم ضروري. لا ما عندك. فا
فانتوا جهزوا صوره وممكن تبعثوا لي اياها على الواتساب كل واحد صورته عشان ارسلها لقسم التسجيل عندنا، شايف؟ لانه شهادي لا تصدر اذا ما كان في صوره شخصيه. لا بنرسلها ان شاء الله منا عطنا يا استاذ نجم منا الى يوم الخميس ان شاء الله ويوم الجمعه. اهم شيء تكون في صوره، عرفت كيف؟ لا ما عليك، لانه طيب هذه الصوره لها معايير كذا ولا اي صوره شخصيه؟ لا صوره شخصيه بس، حاسر الراس يعني هيك، بس يكون الراس هيك، شايف؟ تتكبر الكترونيا بس ما تبعت لي صوره وانت قاعد كانك شو اسمه قاعد على كرسي وهيك، لا بدي صوره شخصيه بس. لا صوره شخصيه في بطاقه الاحوال كذا مشخصيه. ايوه مره في واحد ارسل صورته وقاعد على الكرسي، شايف؟ عرفت شلون هذا الكرسي هيك الكنب الكبير هيك شو مشخص، صار بده يصير رئيس الهند يعني. طيب نرسل. الله يسعدك يا استاذ، الله يبارك فيكم. ماشي طيب، ماشي الان برسلكم ان شاء الله التمارين هاي. طيب يا استاذ نجم احنا نبغى منك يا طويل البقاء والسلامة باسمي وباسم خوي اكفيه الكلام، احنا نبغى لك زيارة عندنا الى منطقتنا، الله يبارك وتشرفنا وتاخذ عندنا وجبة كرامة كذا نكرمك وضيافة وانت تستاهل الشباب وتحصله يا استاذ نجم، عندي وعند اخوي عبد الوهاب. والله الله يبارك فيكم، لانك يعني يمكن الفتره قصيره ولكنك سببت بصمه ممتازه يا استاذ، يعني في قلوبنا وبضحكتك وبشرحك المبسط الله يسعد. الله يسعدكم جميعا. نبغى منك وعد يا استاذ نجم، ما بدنا منكم غير لازم. الله يسلمكم، بارك الله فيكم. والله اني صادق ما قلت هبا، تعذر يا استاذ باسمي باسم اخوي عبد الوهاب. انا اشهد انه صادق يا استاذ، وكنه يقول اللي في قلبه. فرصه سعيده والله، انها فرصه سعيده ومن الليالي يعني اللي على ما يقول ليالي العمر، واسعد والله الفرص، شرفنا فيكم في معرفتك يا استاذ نجم. والله بارك الله فيكم، احنا اسعد والله، ونتمنى ان على ما يقولون ان كنا ان شاء الله اهلا لطيفين خفيفين عليك كذا. اهلا وسهلا فيكم يا شباب، الله ييسر امرك ويوفقك ان شاء الله لما يحب ويرضى. الله ييسركم، الله ييسركم، بارك الله فيكم. اللهم السلام يا استاذ نجم، تفضل. تحب تسمع بشير؟ نعم. اهداء 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 خاصك هلا وقتك يا رجل، شوي الكلام. شوي عبد الوهاب، لا يبغانا كذا في الجروب يا استاذ، نبغى نكالم مجمعيه على التسجيل يا طيب يا استاذ نجم، قبل لا تروح يا استاذ نجم، سؤال لهن. تفضل. زاد فضلك، الحين الصور الشخصيه نرسلها لك انت يا استاذ. انتوا كيف سجلتوا اصلا؟ سجلتوا انتوا ورقيا ولا سجلتوا اونلاين؟ لا اونلاين. خلاص اذا ارسلتوها بالجروب انا راح اوصلها، شايف؟ واذا ارسلتوها للمعهد كمان ما هي مشكله، شايف؟ بنرسلها لك يا استاذ. لا بنرسلها شخصيا افضل، ما في مشكله عندكم، ما في مشكله. اوكي وعليكم. متى نرسلها؟ بس استاذ نجم اذا سمحت، اذا ارسلتها اذا ايوه خلاص، بس ارسلتوها انا خلاص بتعتبروها واصل ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، الله يسلمكم، بارك الله فيكم. يلا استودعكم الله، السلام عليكم. في شيء ثاني؟ الله يحفظ سلامتك ورضاك. بس استاذ نجم اذا ارسلتها بالارسلها محلوله كذا بالاخضر وكذا عشان ان شاء الله الاجابه. ان شاء الله بالاخضر. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدك، وفقك الله. أنا في امل، مع السلامه. انا بي. مع السلامه.